دلوقتي أنا أمرت بكرة بعد صلاة العصر نقعدوا في المحجر أنا وعمكم وعمتكم وشيخ الجامع وأنتم ونتمموا كل حاجة. وعمي كان طالب تقسيم، كل واحد عارف حقه، حد هياكله، كل واحد حر في نصيبه. والمحجر ماله؟ هتقسمه هو كمان؟ لو عاوز أقسمه هقسمه، بس أنا مش عاوز أقسمه. يعني المحجر هيفضل بتاعنا حج؟ بتاعنا الوحدة طول ما أنا واقف على رجلي وعتنفس. محدش منكم ليه في حاجة. أمال جايبنا وبعت لنا ليه؟ عشان تعرفوا. وبكرة تبقوا هناك قبلنا، مفهوم؟ إيه لازمة وجودنا طيب؟ لا إله إلا الله. لما تحصل قاعدة زي دي يحضرها الرجالة أصحاب الشأن. لو حد منكم شايف انه مش راجل ولا صاحب شأن ما يجيش. ما هو دلوقتي يعني وبعد عمر طويل عمي ما عندوش غير زهرة. ولو ما عندهوش يبقى ملهوش. وليه بس بعد العمر ده كله؟ ما اللي عاوزه ياخده. لو انت ولده ما كنتش هقول كده. ابوي بعده عن الحجر والمحجر وقسمه زي ما انتوا عاوزين. مين اللي بعده؟ انت خلاص بقيت صاحب المحجر؟ لا بس شجانة محدش تعب فيه غيرنا. مين اللي تعب؟ أنا ولا أنت؟ مين اللي تعب؟ رد عليا! اهدى أنت بس يا أبوي. اهدى يا أبوي، اهدى يا أبوي، أنت الحنين يعني وإحنا اللي هنعصبه؟ ما بلاش رقم يا عم كامل. رد على أخوك بأدب. أنا مؤدب يا أبوي. رد عليه بأدب، ده أخوك الكبير. وإلا خليه يضربك ويعلمك الأدب. لو راجل يعملها. اضربه يا كامل. أنا همشي يا أبوي. اضربه يا كامل. مش عاوز يا أبوي، أنا مسامحه. أنا مش مسامح. وقلت لك اضربه. أنا مش هقدر أضربه يا أبوي. شوف. يبقى أنا اللي هضربه. أخيري! خلاص خلاص يا أبوي، أبوس يدك. لو ما جيتش بكرة قبل إخواتك، شوف أنا هعمل فيك إيه. راوحوا بيكم، راوحوا. يبقى الواد اللي هيتكلم مصري والد الحاج احمد. لما راحوا مصر ورجعوا جابوه جب وامه مش معاه، يبقى اكيد ام واحده من مصر ما عجبتش الحاج محمد وامر اخوه يسيبها. وده عادي عند الحاج محمد، عملها زمان في ولده وجابوا الواد وسابوه عند توحيد. هما يسافروا ويتجوزوا من الشرق والغرب وممنوع على ابو زكري انه يتنفس او يتجوز، يعملوا اللي على مزاجهم ويمشوا كلامهم على ابو زكري. مالك عتكلم روحك؟ اتدبيت؟ طيب يا حاج محمد، ان مديتك خازوق تعرف منه مين هو ابو زكري؟ ما بقاش انا. خلاص يا بدرة، اللي انت عاوزاه هيحصل. هتطلقني؟ لا، هقعد مع اخوي وتوحيد ونقسمه. رضي؟ ايوه رضي. وليك علي بعد ما يحصل كده وترتاح الحكاية اديك اللي انت عاوزاه، ولو عاوز الطلاق موافق. أمن عليك تطلقني؟
اخوك واختك هيعملوا ايه فيك؟ بص يا توحيد، اخوك مرته قلب عليه الدنيا، واحنا عاوزين نريح الدور. اللي تشوفه عملهولك. عاوزك تقعدي معانا وقدام الولد واخوك وشيخ الجامع تشهد على اللي في الورق والحجج واللي براه، ونقسمه بالحق. عاوزك انت اللي تقسمي وتبقي شاهده. الشهاده عقبه يوم القيامه، وانا اشهد بالحق. وزي ما انت عارفه ابويا كان كاتب لي كل حاجه، بس انا عاوز اعمل الحق. قلت ايه؟ الله يبارك لك، الحق فوق راس الكل، وكلام ربنا اهم من كلام ابوي وامي. زين، ريحتيني يا توحيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي عملته ده يا سيد؟ واخد الواد وداير بيه في البلد؟ ده كلام برضه؟ انا اللي قلت له يا والد ابوي. بدرة هتراقب جوزها، واذا حست انه بيجي هنا كل يوم والتاني هتيجلك. قلت له ياخد الواد الورشه ابوه يشوفه. توحيد، العمود اللي هيتصبي غلط هيهد البيت. ربك يسترها. أهون انت اخترت وتحمل ماسورتك، مش انت اللي تهزك او تعاود، همومك غيرت صوتك وصورتك، وجبل الكحل عاطف فيه المراود، وجبل المراود يا قلبي. يلا توحيد. حاضر. بس اوعى تفتح الباب لجنس مخلوق ايا كان. حاضر يا توحيد. يلا دقيقة واحدة بس ابوس الباب. ده وقته يا توحيد، الرجالة مستنياكي. مين عارف، لازم ابوس ريحة الحبايب. ابوسك يا باسم. يلا يا حاج، دقيقة واحدة.